السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوف واحد لوفر اكسيبسيونيل، واحد لابارتمون فيها 103 متر بلس 30 متر ديال لاتيراس. لاتيراس ديجا كانوا دخلوه في لابارتمون، هي في الدوزيام ايطاج وسط ريزيدونس فيرمي، لا ريزيدونس اون فاس ديال البحر، عندها بلاج بريفي، عندها دو بيسين، عندها جاكوزي، اسباس جو ديال الدراري صغار، اسباس فيرت، دايره كامله بلي اسباس فيرت، عندها تيران ديال الميني فوت، دي فونتين، وعندها باركينغ. هادشي كامل نشوفو في الاخر الفيديو. لابارتمون فيها صالون سيجور كبار على الدخله، كاينين جوج الحمامات، لا كويزين ايكيبي، وثلاثه البيوت. عندها واحد لافيو بانوراميك على البحر، فيها دو فاس، فاس كيشوف في البحر هو اللي قدامنا، وفاس على اليسر كيشوف في الشارع حتى هو كيشوف على الجردات. فيها تحت الجار، فيها شي زليج كنلقاوه غير في المعرض. ليموبل اللي فيه هاد لابارتمون فيه لاسانسور، وفيه واحد بيسين بريفي، بيسين دايرين فيه كلوب ديال الدراري الصغار كيعلمو فيه ناطاسيون. البلاصة اللي جات فيها هاد لاغيزيدونس بلاصة مخيرة، غير كتفوت ميموزا واحد شوية كتلقاها، هي محسوبة على المنصورية، لكن غير كتفوت محمدية ميموزا كتلقى هاد لاغيزيدونس. ريزيدونس نقية مزيان وما فيهاش سكان كتار. هذا هو البيت الاول، فيه الخشب في السقف، جوج البيوت فيهم نفس الديكوراسيون، كيشوفوا في الجردة، كيشوفوا في الفاص الثاني. هذه هي الدخله ديال لاغيزيدونس. هذا البيت فيه تحجرت في الحيط، فيه تحجرت بحالو بحال البيت الثاني. هذا هو البيت الثاني، فيه دو فاص كيشوف في البحر وفي ديك لافاص اللي كنا كنشوفو قبل. تحت الجارت اللي كاينه في الدار تحت الجارت بلديه، فيه العود في البلافون ديالو. هذا هو البيت الثالث، فيه البلاكار ديالو. هذا هو البيت الكبير في البيوت كاملين، كيشوف في الجردة حتى هو. لابارتمون مشمشة مزيان، فيها دو فاص. كنا بدينا التصوار من الصالون رجعنا للبيوت، هذا البيت الثالث. دابا غنرجعو للدخلة ديال الدار، هي هادي فين كاين الباب ديال الفصيل، على اليمين غنلقاو لاكويزين وعلى اليسار غنلقاو الدوش الاول. هادي هي لاكويزين ايكيبي، هي كبيرة غير كتبان ليكم في التصوار صغيرة، كبيرة بليكيبمون ديالها كاملين كتشوف الزردة. دابا غادي نشوفو الدوش الاول اللي باقي ما شفناهش. لابارتمون فيها ثمن جد مناسب، نخلي لكم تحت في الديسكريبسيون. دابا غنمشيو نشوفو لونتوراج ديال الوسط ديال لا ريزيدونس، لي بلاج بريفي والبيسين و التيران وداكشي اخر. لي زانفو كاملين تلقاوهم لتحت في الديسكريبسيون، حتى شي حاجه يتواصل معايا في واتساب ولا انستغرام. تبارك الله عليكم.